الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك يا فندم وللمشاهدين حضرتك الكرام. احنا طبعا عارفين انه في اجراءات جديده لدخول الاراضي المصريه، هل ده بينطبق على الاجانب والمصريين وايه هي الاجراءات دي؟ يعني زي ما حضرتك عارف انه احنا النهارده العالم ونحن خبرتنا في التعامل مع كورونا بتزيد، وقدرتنا على الحفاظ على صحه المواطنين او صحه الوضع الصحي العام بتزيد. كل يوم في اختبارات وفحوصات جديده بيتم اعتمادها، واحنا في مصر بنحدث اجراءاتنا بناء على المستجدات العلميه التي اقرها العالم والتي اقرتها اللجان البحثيه في مصر. فالنهارده احنا اعلنا انه من ابتداء من غدا ان شاء الله السبت 22 يناير هيبقى في اجراءات جديده لدخول مصر. احنا بنتكلم اساسا على غير المصريين، احنا بنتكلم بوضوح انه مطلوب من كل من ياتي الى الاراضي المصريه من غير المصريين اما ان يكون حاصلا على شهاده لقاح كامل التلقيح من اللقاحات المعترف بها في جمهوريه مصر العربيه ومن هيئه الدواء المصريه مضى عليها 14 يوم سواء كانت جرعتين او جرعه واحده، وفي حال عدم حصوله على اللقاح يبقى مطلوب منه الحصول على شهاده او اختبار يفيد خلوه من الاصابه بالكورونا في فتره لا تقل عن 72 ساعه، يعني لا يكون مضى عليه اكثر من 72 ساعه. زمان كنا بنقول ان الاختبار ده هو بس البي سي ار او ريل تايم بي سي ار، دلوقتي زودنا الانتيجين رابيد تيست كمان والاي دي ناو بقت من الاختبارات المعتمده في جمهوريه مصر العربيه، اذا كانت سلبيه فيمكنه ان يدخل الى البلاد. في حال ما اذا كان القادم لاحد المطارات السياحيه، واحنا هنا النهارده بنتكلم على شرم الشيخ وطابه والغردقه ومرسى علم والاقصر واسوان، اذا كانت الشهادات اللي جاي بيها غير موثقه بالنسبه لنا او تحتاج الى مراجعه بيتم اجراء هذه الاختبارات له في المطار، فاذا كان سلبيا بيتفضل يدخل، اذا كان ايجابيا في احد المطارات السياحيه بيتم عزله في فندق الاقامه حتى يعود سلبيا مره اخرى.